صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرارين لسنة 2019 بتعيين مدراء في وزارة الداخلية. ونص القرار رقم 31 لسنة 2019 بتعيين مدراء في وزارة الداخلية جاء فيه: المادة الأولى: يعين التالي أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية: العقيد محمد أحمد إسماعيل الغدير، العقيد عبد الله حسن عبد الملك الساعي، العقيد خالد خليفة حمد الكعبي، العقيد عيسى عبد الله معيوف الرماحي، العقيد عبد الوهاب راشد أحمد بناشي، العقيد عدنان حسن محمد القطان، العقيد حمد عبد الله مبارك الدوسري، العقيد دعي عيسى حمد الكواري، العقيد أنس هلال مهنا الشايجي، العقيد أحمد محمد غانم المهزع، العقيد لؤي عبد الرحمن عبد الله، المقدم ركن خليف محمد خليفة علي بن غدير، المقدم عبد الله محمد عبد الله أحمد، المقدم خالد محمد عبد الله السادة، المقدم راشد حمد راشد الدوسري، المقدم فهد إبراهيم يوسف مسامح، المقدم ركن عبد الرؤوف حمد عبد الله المعراج، المقدم محمد عبد الله غياث شكر الله، المقدم حمد عبد الرحمن علي العبد الكريم، المقدم عبد الله عبد العزيز عبد الله الحسيني، المقدم غازي علي عيسى السباعي، المقدم محمد خالد محمد البعينين، المقدم فواز ناصر محمد الجيران، الرائد الركن منى محمد محمد القلاف، الرائد الركن عالية عبد الله أحمد عبد الله، الرائد بدور معاذ حسن أحمد، الرائد الركن عهد راشد نجم النجم، الرائد جاسم محمد إبراهيم الملة، الرائد يوسف أحمد عبد الله رمضان، الرائد هشام إبراهيم جاسم محمد، الرائد محمد جاسم محمد الخدري. المادة الثانية: يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وفق مهام ومسؤوليات كل إدارة والاشتراطات اللازمة في من يشغلوها وبمراعاة مؤهلات وخبرات كل منهم. ونص القرار رقم 32 لسنة 2019 بتعيين مدراء بشؤون الجمارك في وزارة الداخلية جاء فيه: المادة الأولى: يعين بشؤون الجمارك في وزارة الداخلية كل من السيدة أمل عيسى داود بوجندل مديرا لإدارة نظم المعلومات، السيد وليد يوسف مبارك أجور مديرا لإدارة التخطيط والسياسات الجمركية.